thank uh you -huh. مساء الخير لجميع المتابعين الكرام، اهلا وسهلا فيكم في نشره جويه جديده لاستعراض الاحوال الجويه المتوقعه ان تسود في المملكه خلال ال 48 ساعة القادمة، طبعا نبدا من خلال صور خرائط الضغط الجوي تشير الى ان المملكة على موعد مع تأثر بمنخفضين جويات خلال ال 48 ساعة القادمة، الأول متوقع أن يبدأ يعني مع ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة، ليلة الأربعاء الخميس، يترافق بهطول الأمطار بشكل عام في أغلب المناطق سواء كانت الشمالية، أو الوسطى، أو الجنوبية، أيضاً يترافق بهطول من البرد خاصة في المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة، أيضاً نتوقع مع هذا المخفض الجوي عدم وجود ثلوج يعني واسع أو تساقط ثلوج بأغلب مناطق المملكة باستثناء قمم جبال الشرا خلال ساعات عصر والساعات الأولى من يوم الخميس. كما نشاهد هذا المخفض الجوي الأول سيبدأ بالتأثير اعتباراً من ما بعد منتصف هذه الليلة وحتى ساعات مساء يوم الخميس يتبع هذا مخفض جوي منخفض جوي آخر المتوقع أن يصل إلى أجواء المملكة مع ساعات صباح يوم الجمعة المخفض الجوي الآخر الذي سيصل مع ساعات صباح الجمعة هو مصحوب برياح قطبية شديدة البرودة ستعمل بإذن الله تعالى على تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية ننتقل إلى يعني توقعات الأمطار بشكل عام ليوم الغد نلاحظ أن يعني معظم المناطق سواء كانت الشمالية الوسطى الجنوبية تشهد تساقط امطار، المنطقة الشمالية قد تشهد زخات امطار غدا غزيرة، ربما تترافق بحدوث العواصف الرعدية، في حين ايضا الامطار ممتدة إلى العاصمة عمان والمنطقة الوسطى، ايضا المناطق الجنوبية حقيقة هناك يعني توقعات بهطول امطار ان شاء الله تعالى خلال ساعات نهار يوم الخميس بشكل عام، هناك ايضا ربما زخات برد كثيفة خاصة فوق الكرك وسلسلة جبال الشارة مع ساعات ظهر وعصر يوم الخميس، في حين ايضا كما ذكرت سابقا لا يستبعد أن تهطل ربما الثلوج قمم جبال الشراء المرتفعة اللي بتزيد عن 1500 متر لساعات قليلة خلال عصر ومساء يوم الخميس. مع اقترابنا لمساء الخميس ليلة الخميس الجمعة يتوقع أن تتراجع الفاعلية الجوية قليلا تضعف فرص الهطولات بشكل عام المطرية في أغلب مناطق المملكة هذا الأمر طبعا تمهيدا لتأثر المملكة بالمنخفض الجوي الآخر المتوقع أن يبدأ مع ساعات صباح يوم الجمعة مع ساعات صباح يوم الجمعة هناك يعني تجدد في تساقط الأمطار كما نشاهد هناك جبهة هوائية فاعلة راح تقول أو فاعلية أعلى تأثيرها عفوا مرتفع او قوي ستكون على السواحل الفلسطينيه وفلسطين بشكل عام يتوقع ان تتحرك تدريجيا خلال ساعات الصباح والظهر من يوم الجمعه نحو المناطق الداخليه من الاردن مثل المناطق الشماليه والوسطى والجنوبيه متوقعين بشكل عام ان يوم الجمعه أن تكون الثلوج قد بدات في المنطقه الشماليه فوق مرتفعات بتزيد عن 1000 متر في شمال المملكه تحدث عن مرتفعات راس مرتفعات جرش وعجلون تدريجيا مع ساعه الظهر والعصر تمتد فرص الثلوج الى المنطقه الوسطى بما فيها العاصمه عمان نتحدث عن مرتفعات بتزيد عن 900 الى 1000 متر لكن هذه الثلوج بشكل عام هي مؤقته ستكون لساعات خلال ساعات الظهيره والعصر في حين تتركز الثلوج خلال ساعات المساء والليل في المنطقه الجنوبيه تحديدا سلسله جبال الشراء والمناطق المرتفعه في محافظه الطفيله والكرك بشكل عام منخفض يوم الجمعه سيبدا كما ذكرنا بثلوج في المنطقه الشماليه صباحا تمتد فرص الثلوج الى العاصمه عمان والمنطقه الوسطى مع ساعة الظهر والعصر في الجبال بتزيد عن 900 الى 1000 متر لكن التراكم سيكون اوضح في الجبال بتزيد عن 1000 متر لكن فرصه الثلوج مؤقته بشكل عام وهي لساعات الظهر والعصر والمساء الاولى من يوم الجمعه بعد ذلك تتبع هذه الثلوج ربما بامطار غزيره خلال ساعات مساء الجمعه وليله الجمعه السبت طبعا خلال ال24 ساعه القادمة سيكون هناك تفصيل اكثر من تقصي العرب عن اخر طورات المخفض الجوي الثاني المتوقع يوم الجمعه عن اماكن توقعات تساقط الثلوج عن كميه التراكم ان شاء الله هذا غدا سيكون متاح يعني ان شاء الله عبر تطبيق طقس العرب، بتمنى للجميع يعني امطار خير ورحمه وثلوج بركه ان شاء الله تعالى، كان معكم اسامه الطريفي من طقس العرب، نلتقي في نشرات جويه قادمه ان شاء الله.